من حق اي واحد يقول لي شدرانا ان تصادق. ممكن يطلع واحد ثاني يقول لي لا هذا الكلام مو صحيح، او يطلع تباين حتى بين نفس المتحاورين. صحيح، وارد وارد صحيح. ولذلك انا اطلب وبكل يعني ود ورجاء ان الحوار اولا مثبت مسجل، مسجل كان الحوار. الحوار مسجل، حوار مسجل ومثبت بالصوت، وحوار مفرغ كتابة. نعم، وهناك إشراف من الديوان الأميري عليه بشكل مباشر. نعم، وللأمانة وللأمانة وهذا يحسب، الأساتذة المستشارين الأخ الفاضل محمد ضيف الله شرار والأخ الفاضل حمود العتيبي، نعم، يعني كانوا مؤتمنين بشكل واضح وبحيادية تامة وبدون التدخل في أي شيء، إن إيصال ما تم الاتفاق عليه أو مداولته رفع. شنو اللي تطلبه؟ قلت تطلب بود، شنو اللي تطلبه بود؟ أنا ودي للتاريخ وكذلك لطمأنة الشعب الكويتي، وهذا من حقه، نعم، إن يتم نشر حيثيات الحوار. نعم، ناقشنا قضايا وطنية، ناقشنا هموم، ناقشنا بناء على طلب سمو الأمير كافة القضايا. اليوم أنا بقول وغيري يقول، صح، شنو مصداقيتنا؟ نعم، عندنا احنا تاريخيا اليوم احنا في سنة 2021 ليش دائما نستشهد بمحاضر لجنة صياغة الدستور في سنة 61 62؟ لأنها نشرت عبر التاريخ، لأنها نشرت وعملت كدراسات، لأنها وثقت. صحيح، وثقت. صحيح، هذا الحدث اللي صار حدث تاريخي غير مسبوق. يمكن صارت حوارات سابقة أثناء أزمات، أثناء ضياع البلد، الغزو،